السلام عليكم ورحمة الله. كنعتذر تقطع لي الفيديو اللي فات، وما يعني بغيت نعاود نسجله من الاول، لان كنا شفتو فيه بزاف ديال التخربيق والنت سيميو النت ملي تقطع تقطع، باش يعني باش ما نطولوش بزاف. لا بارتي اللي بقات لينا غادي نحاول نخدمها هنا دابا. تقريبا سالينا كلشي كما كتلاحظوا، الموقع ديالنا سيمي ريسبونسيف، يعني مهم ريسبونسيف واحد شويه. كنلاحظوا نفوتوا واحد شويه ديال السايز، نحكوا الواحد يبدا يتخربق لنا كما كتلاحظوا. هي هاد الكونتاكت خرجت ليا من ديك 100% اللي كنت عاطيها. الا جيت لهنا مثلا غادي نلاحظ بانه الكتابه تاي خرجت ليا من ديك الديف، يعني ولاو عندي شويه ديال المشاكل. الوغ كيفاش غادي نعالج هادشي؟ بيان سور سي اس اس حلت لنا هاد المشاكل، وهنا تيجي دور ديال ديك ريسبونسيف. دونك ات ميديا اولي سكرين اند ندير واحد الماكس ويث، العرض ماكسيمال مثلا نخلو 650 بيكسلز. ادير ليا هاد الشيء هذا، هاديك الموني، هادو اللي كيتخرق فيهم المشكل. عندنا الموني وعندنا المين وعندنا الفرا رايت، مسميناش اباوت منها رايت. فاش تلحق لي هاد لاطا ياخدو لي الويت ديال 100%. سيف، نجيو نديرو اكتواليزي ونصغرو. لاحظو اون فوا لحق 650 بيكسلز، هاني قربت ليها. لاحظو شنو وقع، كيتقلبو هادو كيولو شاد ليا 100%. كما كتشوفوا يعني باش كتبدي ليا، انا ما عنديش مشكل في الويت، عندي المشكل في هكذا، لان التليفون كيكون بحال هكذا. يعني اون فوا نكون خدام التليفون ما بقاش عندي مشكل. الا قلبت ليكرو ديال التليفون من سميتو من يعني من فيرتيكال اوريزونتال، راه يولي بان ليا هاد الشكل هذا على حساب. يعني الطابليت تقريبا قد هكا 7 بوص كتبان مزيانه. بالنسبه للتليفون فاش نوصل لديك سميتو، كما كتلاحظوا الموقع ديالي ولا ريسبونسيف. هادشي اللي كاين تقريبا في الريسبونسيف. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا، حاولوا تطبقوا هادشي وتعاودوه 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 باش تفهموه مزيان. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي، نشوفوا حوايج جداد. وتقريبا الدوره ديالنا ديال الاس تي ام قربنا نساليوها، غادي نشوفوا فاش نساليو يعني التخرج ديال الاس تي ام ال. غندوزو تقريبا الاس تي ام ال 5 الفورمز مع الاوديو والفيديو، المهم داكشي ان شاء الله غادي نشوفوه كامل. و باراليل نبدا نلوح الفيديو ديال سي اس اس باش تاهي تشدوها مزيان. الى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.